واللحم ديالو دبرتيه في الخبز ديالو من المستقبل ديالو. اضطرينا اننا نعملوا له واحد العمليه جراحيه. تنجلس مع شي ناس ياخوين شكون يتينا ماشي جلس مع شي ناس اللي قدك. جاو عند مرشحين ودو معايا قالوا يوقفوا معايا حتى عيطوا التليفون ديال المطفي شكون اللي يوقفوا معايا ويخدموني ندوا كان موطع كل خاطره كنت تما والو. ماما هي كلشي، ماما ديالي والوالد ديالي تا هو. محمد علي ملي خلق مسكين كان عنده واحد المرض في الراس ديالو أثر له على القوة الجسدية ديالو وأثر له حتى على الدهن ديالو، يعني عنده نقص. اضطرينا أننا نعملوا له واحد العملية جراحية. الحمد لله واخا داكشي كان صعيب حاولنا نتجاوزوا داكشي وكفاحنا وهو مسكين حتى هو كفاح وقاوم. قرا من القسم الأول حتى السادس، من بعد ما استطاعش يزيد يساير الدراسة دخلناه لواحد الجمعيه ديال العيال في حالو اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه. هذيك الجمعيه كان كيقرا فيها وفي نفس الوقت كانوا داوه واحد التكوين ديال مركز لالا ام كلثوم. تما قرا وشبر الدبلوم ديالو في الخياطه والفصاله. جا هو الاولي، هو في المرتبه الاولى. الدبلوم الشاب من الحالات الخاصة اللي مرت عندنا في المركز. الحمد لله ربي اللي وفقني اللي شبص الدبلوم هذا، والحمد لله دبرتيه في الخبز ديالو في المستقبل ديالو. محل الخياطة ومواكل. شنو غتخيط؟ الحوايج وبصالة أي حاجة. تنجلس مع شي ناس ياخوين شكون يتينا ماشي جلس مع شي الناس اللي قدك. تحديت الناس ومشيت لدار الشباب بديت عمل جمعاوي وفرحت من الحمد لله بديت نتحدى اي حاجه. جيت واحد عندك ثقه فاصل جدات جا عندي ثقه فاصل بديت نخرج مع الناس. عندي واحد الولد صاحبي صديق ديالي تمشي عنده الدار شي جا عندي ومش عارف الوالدين ديالي عاوتاني تمشي عنده شي جا عندي تخرج مع المدينه تنسافر مع اي مدينه. ماما هي كلشي، ماما ديالي الحمد لله ام درت معايا اي حاجه ضحات معايا وكبرتني وتنسعفت تتعافني. والوالد ديالي تا هو تقول زعما تبكيش. محمد علي يحسوا بالناس اللي بحالي. حنا وجه المستقبل ما يبقاش والدين معانا دائم. دابا علاش نشبر الدبلوم؟ باش نبني المستقبل ديالي. نشوف عارف راسي عاطي ماشي ما عاطيش، عاطي الأسرة زعما حاش والدي ما يبقاش الحيز دائما. نبني المستقبل ديالي فهمت. جاو عند مرشحين ودو معايا قالوا يوقفوا معايا تمشي عندهم نتصور معاهم في الدور ديالهم. شعرت كيتوني واخا بعد واخا مثل عيط التليفون ديال المطفي شنو زعما جيتو عندي وديتها تكذب عليا شكون اللي يوقفوا معايا ويخدموني ندوها كان موطع كل خاطره كنت تما والو بلا ما اسمع. هما معروفين ربي يفتحهم، هما معروفين شكون هما. دابا محمد علي باغي يعمل شي مشروع ديالو شي مخاوله
ولكن الامكانيات ديالو ما كتسمحلوش. حاولنا مشينا عند التعاون الوطني، التعاون الوطني طلب له يجمع الدوسي الملف ديالو، جمعنا ديك الوثائق كامله الا واحد الوثيقه ما قدرناش لان خصو المحل، ولو غي وعد بالكراء من عند شي واحد كيملك شي محل يعطيه وعد بالكراء على ما يجي الدعم، ما جبرناش. دابا هذا هو المشكل اللي عندنا، محمد علي عنده مشكل ديال المحل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.